وانضم إلي عبر الهاتف الناشط السياسي مصطفى المهرك. سيد المهرك، أرحب بك معي في هذه النشرة. وكيف ترى الوضع الأمني في مدينة بنغازي، خاصة مع بروز نجم قعيم مرة أخرى كرئيس لجهاز مكافحة الظواهر السلبية؟ مرحبا بك أخي الكريم. الكل طبعا يعلم الناتج هو الكوارث التي تحدث في مدينة بنغازي، وهذا ليس وليد اللحظة. نحن الآن نشاهد هذه الكوارث طيلة 5 أعوام. هذه الأجهزة التي يصفونهم بالأجهزة الأمنية أو بالأجهزة الشرطية، سواء كان قعيم أو غيره، أظن أن هؤلاء الشخصيات متورطون جميعهم في جرائم بشعة. الكل شارك منهم في انتهاك حرمات البيوت وحرق البيوت والتنتيل بالجثث والتعذيب والكوارث التي رآها الجميع في مدينة بنغازي. كل كان يرى الجثث وهي لم يقم يعني هؤلاء الناس يعني بتصفيتهم فقط، بل تجد الجثمان معذب ومن ثم إطلاق الرأس، أي أنه تعرض لتعذيب قاسي ومن ثم يتم تصفيته بكل برود يعني للأسف الشديد. لذلك أخي الكريم، هذه ما أو هذه الأجسام أو هذه الأجهزة التي يصفونهم بالأمنية والشرطية هي التي كانت تمارس في كل هذه الأمور البشعة. إذن نحن نتحدث الآن عن آلية لشرعنة المجرمين حتى يمارسوا إجرامهم بطريقة قانونية، كما هم يعني يرون في هذه الأجهزة هي أجهزة قانونية وتحافظ على أمن المدينة. والناتج مؤخرا الكل رأى الجثث الجديدة التي وجدت في مدينة بنغازي. طيب، النهاية إلى أين تسير هذه المدينة؟ إلى أين سيقف هذا القتل الممنهج وهذا أو هذه الفوضى التي تعم المدينة؟ حقيقة يعني الأمر مرتبط بشيئين. الأمر الأول أن المجتمع الدولي راضي على هذه الممارسات ويتفرج على هذه الممارسات منذ 5 سنوات وليس اليوم. ورضا المجتمع الدولي وعدم اتخاذ أي موقف رادع أو حتى تلويح بالتهديد أو يعني جرائم ثابتة، اعترافات عندما يعني خرج إرهابيو الكرامة في إعلامهم ويتكلمون على قتل الأسرى، أنا لا يوجد عندي أسير، القتل في الميدان وغيرها من الأمور التي شاهدناها للأسف الشديد، يعني تجعل من هؤلاء يمارسون أعمالهم الإجرامية بكل أريحية، لأنهم في المرحلة الأولى واثقون بأن المجتمع الدولي لن يتعرض لهم، بل هناك مسؤولين كبار يمثلون جهات كبيرة في المجتمع الدولي تقوم بزيارة المنطقة الشرقية وتجلس مع قائد الإرهابيين خليفة بن قاسم حفتر. فبالتالي ما الذي سوف يجعل هؤلاء يخافون أو يخشون من شيء؟ يعني إذن لا يوجد حقيقة يعني خلاص من الإجرام إلا باستئصال هذا الإجرام، واستئصال هذا الإجرام بعد خذلان المجتمع الدولي هو دور محلي صرف. ولكن الحقيقة أنا قد نعول على الناس الموجودين حتى سيد المهرك لو تبقى لا يستطيعوا فعل الأمر.